الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه على توالي نعمه الكثيرة، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله، ونسأله جل في علاه أجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. معاشر الحضور الكريم، يتجدد اللقاء بكم في هذه الأمسية مع تلة من إخواننا طلبة العلم الأساتذة الفضلاء، ومع الكلمة الثالثة المبرمجة في هذه الأمسية التي سيلقيها على مسامعكم أخونا الشيخ محمد أبو ربيع حفظه الله ورعاه، في موضوع بعنوان حقوق الوالدين، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره، وهو أهل الحمد والشكر، على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى ولا تستقصى. ومن هذه النعم نعمة هذه المجالس المباركة. هذه المجالس أيها الأحبة التي نجلسها ونجتمع فيها لذكر الله عز وجل ولمدارسة العلم ومذاكرته، فإنها والله لنعمة عظيمة تستوجب منا أن نشكر الله عز وجل عليها ليزيدنا منها، كما قال ربنا عز من قائل، يقول سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، وممن يقال لهم إذا قمنا ويناديهم مناد من السماء أن قوموا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهذا معشر الفضلاء لا يتحقق إلا بالشرط الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه، وهو ما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى الجميع، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله، ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يجمعهم
إلا ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، فيناديهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فكما سمعتم أنه عليه الصلاة والسلام اشترط لهذا الفضل العظيم الإخلاص في حضور مثل هذه المجالس، الإخلاص، لا يريدون بذلك إلا وجهه، وهذا إخلاص لله عز وجل. فعلى المسلم إذا حضر مثل هذه المجالس المباركة الطيبة يحضرها لله عز وجل، لا من أجل أن يقال إنه حضر، إنه لم يغب عن هذا المجلس. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. معاشر الفضلاء الكرام، إن موضوع كلمتي إليكم كما عنون لها وكما سمعتم من الشيخ حفظه الله تعالى هو بر الوالدين، بر الوالدين أو حقوق الوالدين. إنه والله لحق عظيم ذو أهمية عظيمة، فإن الأسرة المسلمة الصالحة لا تتحقق إلا بأبوين بارين أو مشفقين صالحين وبأولاد بارين صالحين. لا تتحقق ولا تتكون الأسرة المسلمة الصالحة إلا بالوالدين الصالحين المشفقين وبالأولاد البارين بآبائهم وبوالديهم، فإنه حق عظيم وواجب جسيم رفع الله مكانته وشأنه في القرآن الكريم. ويكفيكم دليلا وبرهانا على عظمه وجلالة قدره أن الله سبحانه وتعالى قرنه بحقه سبحانه وتعالى، قرن هذا الحق وهو حق الوالدين، قرنه بحقه سبحانه وتعالى في 5 آيات من القرآن الكريم، ما يدلكم على أن حق الوالدين حق عظيم، أنه سبحانه وتعالى ذكره وقرنه في 5 آيات من القرآن الكريم. الآية الأولى قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية يسميها العلماء آية الحقوق الـ10، لأن الله عز وجل ذكر فيها 10 حقوق. الحق الأول والأعظم جل، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا هو حق الله كما تعلمون معشر الأحبة. فإن حق الله علينا أن نعبده ولا نشرك به شيئا، كما جاء في حديث معاذ المعروف عندما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: وحق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم ذكر بعد حقه سبحانه وتعالى حق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، قال: أي أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل.
أي أحسنوا إليهم أي إلى والديكم وآبائكم بالقول الكريم، وقل لهما قولا كريما. بالقول الكريم وبالخطاب اللطيف، وبالخطاب اللطيف إذا خاطبت والدك فخاطبه بخطاب لطيف. وبالفعل الجميل. الآية الثانية هي قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية معشر الأحبة معروفة عند أهل العلم أيضا بآيات الوصايا العشر، لأنه سبحانه وتعالى ذكر فيها عشر وصايا. الوصية الأولى التي تتعلق بحقه سبحانه وتعالى، قال سبحانه: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وهذا حق الله عز وجل. ثم ذكر بعده مباشرة حق أو الوصية بالوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه هي الوصايا العشر التي قال عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الآية الثالثة قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، قال المفسرون: قضى أي أمر ووصى سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو حق الله عز وجل، وهذا هو معنى كلمة التوحيد التي هي حق الله سبحانه وتعالى. كلمة التوحيد كما تعلمون معشر الأحبة هي أن لا نعبد إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى والديكم إحسانا. الآية الرابعة قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية. إذن هنا، إذن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل أن لا يعبدوا إلا الله، أن لا يعبدوا إلا الله ويحسنوا إلى والديهم إحسانا. الآية الخامسة قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. إذن هنا إذن في هذه الآية كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وقرن حقه الذي هو عبادته سبحانه وتعالى وحده دون الشرك به، قرنه بالإحسان وبالبر إلى الوالدين. فكما رفع القرآن الكريم من شأن حق الوالدين بأن قرنه بحق الله عز وجل، كذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، يعني قالها ثلاثا، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. في هذا الحديث معشر الأحبة ذكر قرن صلى الله عليه وسلم ضد بر الوالدين الذي هو العقوق، عقوق الوالدين، قرنه بذكر ضد التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، فالإشراك بالله هو ضد توحيد الله عز وجل. ثم قال وعقوق الوالدين، فعقوق الوالدين هو ضد برهما والإحسان إليهما. وفي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. إذن هنا معشر الأحبة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قرن صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بالصلاة التي هي عماد الدين والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام العملية كما تعلمون هي الصلاة. قرن بها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق عليه، قرن بها بر الوالدين، أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال إلى الله أولا الصلاة لوقتها على وقتها، ثم بر الوالدين. وقدمه أي قدم بر الوالدين والإحسان إليهما هنا في هذا الحديث على الجهاد في سبيل الله. انظروا حتى تعلموا عظم هذا الحق العظيم، قدمه على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، الذي هو به تعلى كلمة الإسلام وترفع راية الإسلام من أجله، ومع ذلك قدم عليه في هذا الحديث بر الوالدين. وروى البخاري ومسلم أيضا رحمهما الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟
أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، أي جهادك أنت في والديك في برهما والإحسان إليهما وطاعة أوامرهما وكل ما من شأنه أن يرضيهما، هذا هو جهادك بالنسبة لحالك أنت. قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذن قدم هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجهاد بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. إذن فيجب معشر الأحبة على المسلم أن يعتقد أن لأبويه عليه حقا عظيما، حقا شرعيا عظيما، يتعبد الله به، يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، ولو كان أبواه كافرين، بل ولو كانا من رؤوس الكفر، بل ولو كانا داعيين إلى الكفر وإلى الشرك بالله، فإن كفرهما لا يسقط حقهما عليك. فكون أبيك أو أمك كافرا أو كافرين فإن ذلك لا يسقط حقهما عليك. ويدلكم على هذا قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إلى أن قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا جاهداك وأمراك وألح عليك على أن تشرك بالله عز وجل وتكفر كما كفرا فلا تطعهما، لأنه كما لا يخفى عليكم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا كانت المعصية دون الشرك فلا يجوز للمسلم أن يطيع غير الله سبحانه وتعالى ورسوله في معصية الله عز وجل كائنا من كان، ولو كان أباه أو أمه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا بد أن تحسن صحبتهما بأن تحسن إليهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم قال واتبع سبيل من أناب إلي، أن تتبع سبيل المؤمنين ولا تتبع سبيلهما إذا كانا كافرين، ولا تطعهما إذا أمراك بالكفر. هذا إذا كانا كافرين، فما بالكم معشر الأحبة إذا كانا مسلمين مؤمنين؟ انظروا معاشر الأحبة كيف عظم الله عز وجل حق الوالدين ورفع من شأنهما وجعله أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. فعلينا معشر الأحبة أن نهتم بهذا الحق غاية الاهتمام، فمن قام بهذا الحق حق القيام فإن جزاءه الجنة. تريد الجنة أخي المسلم؟ عليك بالإحسان إلى والديك أو إلى أحدهما، إذا مات أحدهما فأحسن إلى من بقي منهما، إذا بقيت أمك حية فأحسن إليها وبرها، وعليك أن تقوم بخدمتها وطاعتها. وكذلك إذا بقي أبوك حيا وأمك قد ماتت فأحسن إلى أبيك. إذا أردت الجنة اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم أقرأه عليكم، وهو حديث فيه عبرة عظيمة لمن اعتبر. روى ابن ماجة في سننه وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع أن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أردت الجهاد معك. تأملوا، إني أردت الجهاد معك، يريد أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ إلى ماذا؟ إلى الجهاد، إلى الجهاد في سبيل الله. ثم قال إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله، أبتغي بذلك وجه الله.
والدار الآخرة. يعني صاحب معه الإخلاص. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد بخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد إلا ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة، أراد الجنة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويحك، كلمة ترحم، ويحك. إذا أردت أن ترحم أحدا بحيث أراد أن يقدم على أمر سيء وأردت أن تمنعه، أن تحاول منعه عن ذلك، قل له ويحك بخلاف ويلك. فالويلك كلمة تهديد ووعيد، أما ويحك فإنها كلمة ترحم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها، فبرها، قم ببرها. قال ثم أتيته من الجانب الآخر. لما كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستئذان كان في جهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى جهة أخرى. قال ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. كرر عليه الطلب مرتين، ثم المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، كرر عليه نفس الجواب أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه، يعني تلقاء وجهه، فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. إذا أردت الجنة فهي عند رجل أمك، يعني تذلل لها وأحسن إليها وأطع أوامرها إلا إذا أمرتك بالمعصية، إلى غير ذلك من أنواع البر والإحسان إذا أردت الجنة. ولذلك كان بعض أهل العلم من السلف يدخلون على أمهاتهم فيقضون معهن بعض الوقت، فإذا خرجوا سئلوا أين كنتم؟ فيجيبون قائلين كنا نتمرغ في الجنة. يعني كانوا عند أمهاتهم كانوا يحسنون إليهن، كنا نتمرغ في الجنة، لأنهم يعلمون أن الجنة في إرضاء الوالدة، في إرضاء الأم أو الوالدين كليهما. فماذا نقول نحن معاشر الأحبة؟ ثم جماع حقوق الوالدين، ما يجمع لك حقوق الوالدين هو إرضاؤهما، أن تؤدي إليهما ما يرضيهما وتجتنب ما يسخطهما، هذا ما يجمع لك أداء هذه الحقوق العظيمة التي لأبويك عليك. اجتهد واحرص دائما على أن ترضي أبويك، واحرص كذلك كل الحرص، أو إياك ثم إياك أن تأتي بقول أو عمل يكون سببا في إسخاطهما أو في إسخاط أحدهما، نعوذ بالله من ذلك. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله، رحم الله الإمام الترمذي والإمام الألباني رحمة واسعة. إذن تأملوا، رضا الرب في رضا الوالدين. إذا أردت أن ترضي ربك فأرضي والديك، وسخط الرب في سخط الوالدين، نعوذ بالله من ذلك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل، تأملوا هذا الكلام جيدا،
عن رجل يصوم تطوعا، يصوم النافلة، فسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر، أن يفطر رجل أو شاب صام تطوعا، فطلب منه أبواه أو أحدهما أن يفطر، إما أنهما أحضرا طعاما فأراد أن يفطر ويأكل معهما، فقال لهما إني صائم. قال أحدهما أو كلاهما لا 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 بد أن تفطر معنا. فماذا كان جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال رحمه الله: يروى عن الحسن أي البصري رحمه الله تعالى أنه قال، نقل عن الحسن البصري، إمام أحمد نقل هذه الفتوى وهذا الكلام عن الحسن البصري رحمه الله، قال: يفطر وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. يفطر إذا أمره أبوه أو أمه أو أمه أن يفطر وهو صائم تطوعا، وله أجر البر وأجر الصوم، يعني يكتب له أجر الصوم. لماذا؟ لأنه نواه وبدأ فيه، والذي منعه من إتمامه هو هذا العذر الشرعي الذي هو طاعة الوالدين. طبعا هذا الصوم نافلة وليس الواجب، لأن ترك الواجب معصية. وقال رحمه الله الإمام أحمد: في غلام أي في شاب يصوم وأبواه ينهيانه عن صوم التطوع، فقال رحمه الله، هذا جوابه هو، فقال: ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ولا أحب أن ينهياه. يعني قال: لا أحب للأبوين أن ينهيا ولدهما أو أولادهما عن صوم النوافل أو عن النوافل مطلقا، لأنه عليهما أن يشجعا أولادهما على الإكثار من النوافل. قال: لا أحب، ما يعجبني أن يصوم إذا نهياه، ولا أحب أن ينهياه. سبحان الله. إذن فالمسلم إذا صام النافلة أو دخل في صلاة النافلة فدعاه أبوه إلى أمر أو أمه، لا بد أن يقطع هذه الصلاة ويستجيب لأبيه أو أمه، وكذلك الصوم، وكذلك سائر النوافل. ومن أهم هذه الحقوق الدعاء لهما. من أعظم حقوق والديك عليك أخي المسلم أن تكثر من الدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما، في حياتهما وبعد موتهما أكثر من الدعاء لهما بالاستغفار، تستغفر لهما وتطلب لهما الرحمة وتدعو الله عز وجل أن يحسن ختامهما وأن يميتهما على الإسلام والسنة وما إلى ذلك. لهذا قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. إذا أردت أن تخلف ابنك وولدك وبنتك من بعدك صالحا، فعليك أن تربيه على الإسلام، على الدين الصحيح، وأن تعلمه التوحيد والسنة، وأن تجتهد في ذلك، فينشأ صالحا، فإذا مت نفعك، بل ينفعك حيا وميتا، ينفعك حيا بالبر والإحسان، وينفعك ميتا بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه فيك، لأنه صالح، لأنه مؤمن تقي، وأنت السبب في
صلاحه وإصلاحه. وعنه أيضا أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. الله أكبر. تأملوا معشر الأحبة في هذا الحديث العظيم. هذا الرجل دخل الجنة ووجد أن الله سبحانه وتعالى رفعه درجة عظيمة في الجنة، فيتعجب يقول: أنى لي هذا؟ أي من أين لي هذا؟ من أين لي هذه الدرجة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، إن ولدك كان يكثر من استغفارك من استغفار الله عز وجل لك. الاستغفار معشر الأحبة أكثر من الاستغفار لآبائكم وأمهاتكم، أحياء كانوا أم أمواتا. وهناك عمل عظيم من أعمال البر بالوالدين يغفل عنه كثير من الناس، حتى ممن يكون له نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تجده ينشط في دعوة أقرانه وأصدقائه وزملائه وجيرانه وأهل حيه، يجتهد في ذلك، وهذا شيء طيب يشجع عليه، لكنه يغفل دعوة أبويه وأولاده الذين هم أولى الناس بهذا الحق. هذا موجود أو غير موجود؟ فعلينا معشر الأحبة أن نجتهد وأن نقوم بتعليم وتربية آبائنا وأولادنا على الإسلام وعلى السنة قبل غيرهم، لا بد أن نجتهد في ذلك. فما أفظع وما أشنع أن يرى أو يعلم المسلم يوم القيامة أن أبويه أو أحدهما قد سيق به إلى العذاب وإلى نار جهنم والعياذ بالله، فلعله يكون هو السبب لأنه فرط في تعليمه توحيد الله عز وجل وتحذيره من الشرك، لأنه مات على الشرك بالله عز وجل. فلا بد للمسلم أن يخاف على أبويه وأن يعلمهما التوحيد ويحذرهما من الشرك حتى لا يموت عليه على الشرك بالله والعياذ بالله تعالى. ولعلني أختصر، الله المستعان، أذكر أمرا يؤسف له، يتأسف المسلم من مثل هذا الأمر الذي تسمعون معشر الأحبة. من الأسف أن كثيرا من الشباب بمجرد أن يستقيم ويكون في استقامته خلل، فإن أول شيء يبدأ به عقوق والديه وربما هجرهما. لماذا؟ لأنه يعلم عنهما أو عن أحدهما أنه وقع في شيء من الشركيات أو من البدع، فبدل أن يرحمهما ويدعوهما ويبين لهما التوحيد ويحذرهما من الشرك ويعلمهما السنة ويحذرهما من البدع، بدلا من ذلك تجده يعق والديه ويهجرهما، بل ويحكم عليهما بالضلال: أبي مبتدع، أمي مبتدعة، نسأل الله السلامة والعافية. أي استقامة هذه؟ أي استقامة هذه؟ فلا بد أن ترحم والديك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تطلب من الله عز وجل أن يرحم والديك حيين كانا أو ميتين، فهل رحم أبواه من كان هذا شأنه؟ فهل رحم أبويه من كان هذا شأنه والعياذ بالله؟ هناك قصة أختم بها. هذه القصة عجيبة، حكاها لنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب العاقيل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته في دورة أكادير. قال رحمه الله: رجل خرج لطلب العلم، رجل خرج لطلب العلم فلقيه بعض العلماء فقال له: أين تريد؟
قال أريد السفر إلى طلب العلم، أسافر إلى طلب العلم. وكان أبوه على المجوسية، كان مجوسيا والعياذ بالله، من عبدة النار. فقال ويحك، سأله قبل ذلك قال من خلفت وراءك في بلدي؟ قال خلفت أبي. وكان يعلم أن أباه مجوسيا، هذا العالم الذي نصحه. قال ويحك، تخرج لطلب العلم وتترك أباك للنار؟ قال ارجع فادعوه إلى الإسلام، فإذا أسلم حينئذ بعد ذلك أخرج إلى طلب العلم. قال فقال هذا الرجل جزاه الله خيرا، يحكي، قال جزاه الله خيرا، رجعت وعملت بوصيته، رجعت إلى أبي فدعوته إلى الإسلام فهداه الله إلى الإسلام، ثم خرجت بعد ذلك إلى طلب العلم. انظروا الفقه معاشر الأحبة، فقه العلماء، يعني علم هذا العالم أن رجوعه إلى أبيه ودعوته إلى الإسلام مقدم على طلب العلم. لهذا نعلم أيها الأحبة أن الإحسان إلى الوالدين وبرهما مقدم في الإسلام على كثير من شعائر الإسلام، طبعا كما أسلفت مما هو نافلة وتطوع. فلعلي أكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعلني وإياكم ممن يتبعون أحسنه، ممن يتبعون القول، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يفتح عليكم الله يحفظكم. الله ما استشكل احد اخوانا، تفضل ان شاء الله. الله ابدا الله يحفظك. لعل احد الاخوه يستشكل الامر، يعني يسال هل بر الوالدين خاص بالرجال ام حتى النساء؟ لا شك ان الخطاب للرجال خطاب للنساء. ما سمعنا من خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يشمل الرجال والنساء، فإن النساء شقائق الرجال في الأحكام، لا شك في ذلك ولا ريب. أحسن الله عليكم. أحسن الله إليكم أستاذنا وشيخنا الكريم على هذه الكلمة الماتعة التي شنفتم بها مسامعنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعظم لكم الأجر ويجزي لكم مثوبة، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. معاشر الأحبة لحظات وننتقل بكم إلى الكلمة الرابعة في هذه الأمسية، وتحملون بارك الله فيكم لدقائق معدودة. فهمة. ما شاء الله. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا ما بعده. لازلتم معاشر الأحبة مع الكلمة الرابعة المبرمجة في هذه الأمسية ومع أستاذنا الفاضل ثابت الجراري حفظه الله، فليتفضل بكلمة بعنوان حقوق الزوجة. فنترككم معه، صلى الله تبارك وتعالى نجري الحق على. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الأحبة الكرام، أيها الإخوة في الله، إنه لمن دواعي الغبطة والحبور والفرح والسرور أن تتجدد علينا نعم الله عز وجل في كل وقت وحين، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك محض تفضل لا استدراجا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أعظم المنن والمنح والنعم أن ييسر لنا مثل هذه المجالس التي لا يخفى عليكم فضلها وعظم شأنها، كما صح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك قبل هذا كتاب ربنا عز وجل، ففيه الفضل العظيم والأجر الجزيل. وأذكر حديثا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، رواه إمامنا مالك عليه رحمة الله في الموطأ عن أبي إدريس الخولاني، قصة مشهورة معروفة. فالشاهد منها أنه دخل على معاذ بن جبل وهو في المسجد فرآه فأحبه فأخبره بذلك لليوم الذي يليه. اختصر القصة، وإلا فهذه القصة صراحة قد ذكرها يعني شرحها الإمام ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر النمر القرطبي، في الاستذكار في شرح الموطأ. و أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، لكنه كان عاملا بعلمه، وهو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فوجده إدريس الخولاني في الصباح الباكر، قال: هجرت في القصة في الحديث، فوجدته قد سبقني بالتهجير، كانوا علماء عاملين فخلد الله ذكرهم. هذا هو المقصود من العلم أيها الأحبة، هو العمل به، أن تصلح سيرك وسريرتك، والله المستعان. فقال: إني أحبك في الله. فاستحلفه فوجده يصلي، دخل المسجد يصلي، قال: فجئت من قبل وجهه حتى أتم الصلاة، فقال: إني أحبك في الله. فاستحلفه ثلاثا، قال: والله إني أحبك في الله. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، حديث قدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في والمتجالسين في. فمثل هذه المجالس نقول: والله أعلم أن هذه الأمور الأربعة أو على الأقل الثلاثة تتحقق ظاهرا،
فنسأل الله تعالى أن يرزقنا باطنا الأمر الجامع له وهو الحب في الله. أمر عظيم جدا. الحب في الله ليس أمرا هينا، فلنحرص على أسباب تحصيله. وهكذا كان العلماء من هم يسألون عن صلاتهم وأعمالهم حتى يحققوا هذا الأمر العظيم، لأن من كان يحب أخا لهم في الله أحبه الله، وإذا أحبه الله أكرمه وأيده وتولاه، كان وليا من أولياء الله. يشهد له حديث الولي المشهور عندكم المعروف: من آذاني ولي من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب. على كل حال، فلا أطيل عليكم أيها الأحبة، فأشكر يا أخينا الشيخ أبي يحيى عبد الله ابن مكي الإدريسي دعوته لنا لأن نشارككم في هذا الحفل البهيج وعلى مائدة العلم رفقة إخواننا وأساتذتنا الفضلاء شيخنا محمد باربيع وشيخ صديق وسفيان، لنسهم ولو بشيء قليل في هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع الأسرة المسلمة التي تكالب عليها الأعداء من كل حدب وصوب ومن كل جانب ليقوضوا عراها ويهدموا أركانها حتى يقع ما وقد وقع من تفسخ وانسلاخ وعدم رأفة ورحمة بين أبناء الأسرة المسلمة للأسف. ومنه أطلب العون والتوفيق. الله عز وجل هو خالق الخلق، وهو سبحانه وتعالى مدبر أمرهم ومالكهم سبحانه، خلقهم لحكمة بالغة ووضع لهم نظاما يسيرون عليه حتى تطيب حياتهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ وهو عز وجل العالم بما يصلح ويصلح هذه الخليقة وبما يفسدها، فشرع لها دينا تمشي عليه وتسير عليه وتحتكم إليه حتى تهنأ في الدنيا والآخرة. فشريعة رب الأرض والسماء كما قال الإمام ابن القيم: رحمة كلها وعدل كلها ومصالح كلها، ما من مصلحة إلا وقد رعت الشريعة حفظها للناس. المصلحة الشرعية، لا نتكلم عن المصالح في أذهان الناس، كل له مصالحه، لكن نتكلم عن المصالح الحقيقية التي تحفظ للناس دينهم ودنياهم. فهذا الدين كما قال ابن سعدي: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ومن آيات الله عز وجل أن خلق الإنسان، هذا الكائن الذي كرمه بالعقل وحمل الأمانة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وجعل ربنا عز وجل هذا الإنسان زوجين، ذكرا وأنثى، ككثير من المخلوقات الأخرى. قال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس في ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأصل الإنسان واحد، نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وخلق منه حواء، وتناسل البشر من هذين الأصلين، أبينا آدم وأمنا حواء. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها قال الإمام بن سعدي ليسكن إليها. وكلامه هذا في تفسير الآية يشهد له قول ربنا عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نفس واحدة هو آدم، وقد جاء الوصف وهو واحدة بالتأنيث باعتبار لفظ النفس فإنها تؤنث. وخلق منها زوجها أي حواء فإنها أخرجت من آدم كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى وما كما دل عليه النص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آيات الله تعالى الدالة على كمال قدرته ورأفته بعباده أن خلق لكم أيها الناس من أنفسكم أزواجا، فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام. وقوله لتسكنوا إليها بيان لعلة خلقكم على هذه الطريقة، خلق لكم من جنسكم أزواجا لتسكنوا إليها ويميل بعضكم إلى بعض، فإن الجنس يميل إلى جنسه والنوع إلى النوع يكون أكثر اختلافا وانسجاما. وهذا الأمر شامل لسائر الأزواج من غير بني البشر، وهذا غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى فيها بأن يميل الذكر إلى الأنثى بطبعه وفطرته، وأن تميل الأنثى إلى الذكر بطبعها وفطرتها. إلا أن الله تعالى كما قال في الآية وجعل بينكم مودة ورحمة، أي محبة ورأفة لم تكن بينكم قبل ذلك، وإنما حدث عن طريق ماذا؟ عن طريق الزواج الذي شرعه سبحانه وتعالى بين الرجال والنساء، والذي وصفه ربنا عز وجل بوصف دقيق رفيق عظيم. هن لباس لكم وأنتم المودة واستتار كل واحد منهما بصاحبه مثل الثوب واللباس الذي يلاصق البدن. ووصف ربنا أيضا في كتابه رابطة الزوجية بالميثاق الغليظ، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال بعض أهل التفسير المراد بالميثاق الغليظ الذي أخذ كلمة النكاح المعقودة على الصداق والتي بها تستحل فروج النساء. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فوصف الله عز وجل هذا العقد بين الزوج والمرأة بالغلظة لقوته وشدته. صحبة 20 يوما قربة، فكيف أيها الأحبة بالله بما يجري بين الزوج وزوجته من الاتحاد والامتزاج. وفي هذه الآيات، في هذه الآية أخذنا منكم ميثاقا غليظا، وما قبلها من الآيات في سورة النساء ابتداء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذه الآيات قال العلماء فيها تكريم الإسلام للمرأة، فقد كانت في الجاهلية مهضومة الحق، يعتدى عليها بأنواع من الاعتداء كأن تورث كما يورث المال،
وتعضل ولا تزوج حتى تموت فيورث مالها، إلى غير ما قالوا وما ورد عن أهل الجاهلية، وعضها وعضم حقوقها. فنهى عن ذلك كله سبحانه وتعالى، وأمر بمعاشرتهن بالمعروف، فقال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وقال ربنا عز وجل في سورة البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهذا هذه الآيات فيها من الدعوة إلى إكرام المرأة وحفظ حقها، من تأمل فيها يرى الشيء الكثير من ذلك كما قرأ العلماء. فكانت المرأة مهضومة الحق، تعضل وكأنها سلعة تباع وتشترى. الإسلام نهى عن ذلك كله، بل أمر بإكرامهن إلا كريم، ولا يهينهن إلا لئيم. فانظروا يا رعاكم الله كيف جعل الإسلام عقد الزوجية رابطا حقيقا وحبلا وثيقا. لا يمكن أن تنشأ هذه المودة التي جاءت في الآيات وجعل بينكم مودة ورحمة إلا به، بهذا العقد، إلا في هذا الإطار الشرعي الرباني الذي جعل له ربنا عز وجل أركانا لا يقوم إلا عليها، وشروطا لا يصح إلا بها، وآدابا يتزين ويحسن بها. وتأملوا في نقيض هذا الذي ينادي إليه بعض من لا خلاق له وللأسف الشديد من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، العلاقات الرضائية، وهو الزنا والخنا والفجور، ويقولون هذه حرية شخصية، الرجل يملك جسده والمرأة تملك جسده. لا، أنت لا تملك جسدك، جسدك لمن خلقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بما يصلح له. وتنشأ المودة والرحمة بين الزوج وزوجته، بين الرجل والمرأة، على علاقة تدوم ساعات، مبنية على شهوة محرمة يقضي الرجل إربه ثم يرميها كما يرمي شيئا من الأمور التي تستعمل، عياذا بالله. لا يمكن أن تكون الرحمة والمودة إلا على قوام هذا العقد الشرعي الرباني، وهو الزواج الذي أمرنا ربنا عز وجل بالدخول فيه. كيف يرعى رجل، أيها الأحبة، أعيد وأكرر هذا، حق امرأة ليس بينها وبينه هذا الميثاق الغليظ؟ كيف يرحمها وهو لا يراها رفيقة دربه ولا صاحبته في حياته؟ حتى في الآية التي ذكر شيخنا محمد جزاه الله خيرا، آيات الحقوق العشرة في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى أن قال ربنا عز وجل والصاحب بالجنب، قال بعض أهل التفسير الزوجة، وقال بعضهم الصاحب في السفر. والصاحب الجنب جنبك، رفيقة دربك. فكيف لهذا الإنسان الذي يتعامل على المرأة كأنها شيء أن يرعى حقوقها وأن يرحمها وأن يكون بينهما استمرار المودة والوئام والألفة؟ أبدا. فتعالوا يا أحبة نقف مع أركان الزواج ولو بشيء مختصر، القوم ونتأملوا فيه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النكاح الذي هو الزواج؟ هذا هو المصطلح الشرعي، النكاح هو الزواج. قال لا نكاح إلا بشاهدين وإلا بولي وشاهدي عدل. وقال في الحديث الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فتخيلوا يا رعاكم الله لو أن المرأة تزوجت نفسها دون وليها. المرأة بطبعها أنها عاطفية، قد يأكل دماغها أو قد يلبس عليها ذئب من ذئاب البشر بكلام معسول فيستميل قلبها وبعد ذلك يتركها ويمضي. لكن لو كان الولي الأب أو غيره من له الولاية الشرعية على هذه المرأة فإنه يغلب جانب العقل. هذا ليس طعنا في المرأة، بارك الله فيكم، أبدا. الله تعالى قال وليس الذكر كالأنثى، هناك فوارق جليلة بين الرجل والمرأة، ولا تدعو هذه الفوارق إلى الاصطدام
والاقتتال، لا، هذه الفوارق من حكمة الله عز وجل، بل هي من تكامل الرجل والمرأة. فأحيانا الرجل يجنب، يعني يغلب جانب العقل. تخيلوا لو أن الأب ربى أبناءه بمفرده الذكر، أو المرأة ربت، قد يفلح كثير من الناس بتوفيق الله عز وجل لا شك، لكن تكامل الرجل مع المرأة، الرجل يغلب عقله والمرأة تغلب عاطفتها فيتكامل الرجل في خلقته وطبعه الذي فطره الله عليه، وكذلك المرأة لتربية الأجيال. علاقة الرجل بالمرأة في إطار الزوجية علاقة تكامل ووئام وتراحم وتعاون. هؤلاء الذين يقولون المساواة بين الرجل والمرأة، خسئتم، لا يمكن، المساواة ليست عدلا، المساواة ظلم للمرأة وظلم للرجل، إنما العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة كما قلنا يحبه، علاقة تكامل ووئام واتفاق وتعاون ورأفة ورحمة كما قال ربنا عز وجل وسكينة. فإذا حضر الولي في العقد فهذا الرجل سينتبه، يقول هذه المرأة خلفها رجل، إذا فعلت كذا أو كذا أو أردت أن علب بها فسألقى ما ألقاه من الرجال، بخلاف لو أنها زوجة نفسها. كذلك الشاهدين يشهدان على هذا، قد يخل هذا ببعض الشروط أو الولي يقول كذا أو يميل يمنة أو يسرى، لكن الشهود يثبتون الذي أخرى اشترطها أحدهما على الآخر فقبل بها بهذه الشروط. فهناك الحكمة والمصلحة البالغة في اشتراط الولي، وكذلك شاهدي عدل، وكذلك الصداق والمهر، فكل هذا حماية للزوجة بالدرجة الأولى، وكذلك الرجل وللولد الذي يكون بينهما، حتى لا ينتفي الوالد من والده مثلا أو الأم من ولدها، فيرعى حقوق هذا الرجل أو هذا الطفل وهذا الولد. وحتى توثيق هذا الذي صار الآن التوثيق الزوجية اللي كيديروا الناس مثلا عند العدول كذا ويدفعوه في المحكمة، وإن لم تكن في الزمن المضى، لكن اقتضت المصلحة أن تكون في هذا الزمن بالخصوص. حتى قال بعض أهل العلم لا يتم العقد الشرعي إلا بالعقد المدني بالتوثيق، لأن في حماية أكثر. هذا ليس من الأمور المحدثة أبدا، بل الحكمة والمصلحة الشرعية اقتضته، فلا يستهين أن أحدكم به. ولا أطيل لأن ذكر العلماء بعض المصالح وراء هذا العقد الموثق والورقة الزواج كما يقولوا العامة، في وجوده أو في انتفائه، عندما إذا وجد إذا فقد، يعني ما قد يحصل من المفاسد وما قد يفوت من المصالح إذا لم يوثق ويكتب. وكذلك إعلان النكاح الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف، كما في المسند وسنن الترمذي. فالكتمان مع تواطؤ الأطراف هذا نهى عنه العلماء، حتى قال المالكية لا يصح هذا العقد بهذه الطريقة. ومن أعظم الحقوق أيها الأحبة التي حفظها الشارع الحكيم للمرأة حماية دينها وإصلاحها، أعظم حق قبل المعاشرة بالمعروف وما يتعلق بالنفقة والسكنة والملبس والمأكل وغير ذلك، حفظ دينها والسعي في إصلاحه. قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لما؟ لجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا تزوج بذات الدين تربت يداه، أي يعني تربت يداه يعني افتقرت في أصل اللغة، لكن استعملت على خلاف أصلها، بل بالعكس يغتني ويفرح ويهنأ بهذه التي بذات الدين. فنستفيد من أن الرجل ينبغي أن يحفظ هذا الدين، حتى وإن كان كما يقول البعض تكون المرأة لا تفهم تفاصيل الشريعة كثير من الأمور، عندها نوع من
الجهل فيسعى في تعليمها، هذا أمر طيب. لكن بعض الناس للأسف الشديد لا يجتهد في هذا الأمر، لا يجتهد في هذا الأمر. قد يكون كما قال الشيخنا محمد يدعو غيره، يدعو أصحابه وأصدقاء، لكن الدعوة في البيت والتعليم يعني أقرب الناس إليه كما قال ربنا عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين لا يهتم به. وهذا خلل، هذا خلل في الفهم وخلل في المنهج، يعني في الطريقة. بدأ بالأول وأنذر عشيرتك الأقربين، لو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكذلك من أعظم الحقوق وقد مر الإشارة إليه المعاشرة بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة بالمعروف تكون أيها الأحبة بالقول الطيب والحسن، ولا بأس أن يقول الرجل والزوج لزوجته كلاما طيبا مما يكون بين الأحبة، وهذا عند خلل كبير سبحان الله في هذا. كثير من الناس كأنه يستحي، لا ما أدش ما فيش حشومة، وأنتم تعرفون ما أقصد. قل كلاما طيبا لزوجتي تهنأ به وتهدأ، فكلمة طيبة بصدق تقولها لزوجتك هذا من المعاشرة بالمعروف. وكذلك بالفعل وبالمال وبالابتسامة. قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الخيرية في الرجال أن يكونوا خيرين مع نسائه. خيركم أفضلكم خيركم لأهله في المعاشرة بالمعروف. ومن المعاشرة بالمعروف أن يتحمل الأذى من زوجته، أن يتحمل أذاها وأن يصبر. قد تأتيه بكلمة يمنة أو يسرى فيصبر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر على ما قد يأتي من نسائه من كلام قد يكون فيه شيء مما لا ينبغي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فكيف بمن لا يكف أذاه عن زوجته. هذا من باب أولى، أن تتحمل أذى زوجتك هذا من حقوقها عليك، فمن باب أولى أن تكف أذى عن أذاك عنها. حتى في الطعام النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط. بعض الناس يدخل على يدخل الزوجة الانتقاد، أشهد الكلام أشهد الطيب أشهد الريحة كذا ويخرج، وهي مسكينة درت واحد مجهود كبير وتنتظره بالفرح يجي عندها مول الدار كذا فيقابلها بالصاعقة. لا، هذا ما ينبغي أيها الأحبة، فلننتبه لهذا أيها الأحبة. فربنا عز وجل قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا رضي منها، إذا سخط منها خلقا أو كره منها خلقا رضي منها آخر. فينبغي أيها العبد الموفق أن تنظر إلى زوجتك بعينين لا بعين واحدة، عين شافت عين ما شافت كما نقول، شوية ديال التغوف المزيان كما قال الإمام أحمد 9 أعشار الأدب في التغافل. تغافل، دير راسك ما شتيش، دير راسك ما سمعتيش، والأمور تمشي. إلا ما تبقى عند كل حاجة ما تستمر الحياة، ما تستمر. فالحياة لا تخلو من المشاكل، يعني نريدها صفاء وطبع الله سبحانه وتعالى على كدر، والله المستعان. فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأحبة، وأن نسعى في إكرام هؤلاء النساء كما قلنا بالقول والفعل والكلمة الطيبة والمعاشرة الحسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، في النفقة والكسوة وكل الأمور. حاول أن أختصر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حق زوجة أحدنا علي؟ قال أن تطعمها إذا طعمت
وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضري ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ولا تقبح يعني ما تقولش كلام قبيح، ولا تهجر إلا في البيت. إذا رأيت منها نشوزا أو إعراض عن طاعتك أو كذا، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعني السبيل إلى إصلاح ذلك. لا يمكن أن يكون الكمال في المرأة ولا في الرجل، الكمال لله سبحانه وتعالى، فتقبلها بما فيها إلا إذا كان أمرا يعني منكرا، أمور يعني تخالف شرع الله، وفي أمور يعني قد تؤول حتى إلى الافتراق إذا كان فيه هذا شيء آخر. لكن إذا تعلق أمور دنياك التي يمكن أن تغض الطرف عنها فاصبر، وكما قلنا انظر إليها بعينين لا بعين واحدة، عين الرضا وعين أخرى تتغافل. إذا تزوج العبد أيها الأحبة قد استكمل نصف الدين كما قال عليه الصلاة والسلام، فليتق الله في النصف الباقي. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وهذا عند مسلم وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه: إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. إذا رزقك الله امرأة صالحة فاحرص عليها وحفها برعايتك، واسعى في حفظ هذه النعمة بشكر الله عز وجل عليها وبأداء حقوقها، هذا بشكر الله تعالى على هذه النعمة، إلا وإلا راحت، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه المرأة التي جعلها الله سكنا ومتاعا حسنا وملأ قلبها عطفا وحنانا، فكيف لا تكرم ولا تصان، وكيف يعقل أن تداس وتهان؟ والله المستعان. ورحم الله الشاعر الذي قال مخاطبا زوجته وأختم به: براك الله لي سكنا وروحا تنعش البدن، وأهدى من كرامته حنانا دافقا وسنا، وأودع بعض رحمته بقلبك كي أفوز أنا، وسواك بنصف الدين كي تدنو الجنان جنا، أيا نورا بأيامي لقد طوقتني مننا، فخير متاع دنيانا غدا بيدك مرتهنا، لأنت الواحة الغناء تمحو الهم والحزن. وأسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعل أزواجنا وأزواجكم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، وأبناءنا وأبناءكم، وأن يصلحنا ويصلحكم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وأعتذر منكم على الإطالة. جزاكم الله أحسن إليكم. شكر الله لأستاذنا ثابت هذه التوجيهات القيمة وهذه الكلمة النافعة الماتعة، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. معاشر الأحبة الأفاضل، نختم هذه الأمسية الطيبة والتي دارت مواضيعها حول الأسرة، ذلكم الصرح الذي تحاول معاول الهدم الليبرالي العلماني الماجن نقضه، لأنه صمام أماني المجتمع من الانحطاط والانحدار في النزوات الحيوانية البهيمية، وحائط الصد الأول ضد غارات حزب الشيطان وأعوانه الذين يبغونها عوجا، والذين لا يزال يخرج منهم على أهل الإسلام كمين بعد كمين.
يجوسون خلال الديار ويجلبون بخيل الشبه ورجلها على أهل الإيمان، لكن والحمد لله لا يزال في العرين أسود يخفون هذه الشرذمة الباغية التي مآلها إلى مزبلة التاريخ، يخفونها بالصاع صاعين، ويبيننا ويبينون ما تنطوي عليه هذه الدعوات الخبيثة المستوردة التي هي نتاج زبالة الأفكار ونخالة أذهان الغرب الذي نقض بناء مجتمعه بأكمله، فسدت علاقاتهم الأسرية. لا الرجل ينعم برجولته في زوجه في بيته، ولا المرأة أصبحت امرأة، بل الرجل والمرأة في منزلة بين المنزلتين. نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر هنا في هذا الموطن كلمة لملك البلاد أعزه الله بالإسلام والسنة، التي قالها في إحدى خطاباته السامية، وقال: وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. إنها رسالة واضحة لهؤلاء الأبواق التي تنعق بما لا تسمع إلا دعاء ونداء، يعني أبواق الغرب الذين يريدون من المجتمع المسلم أن يتحول إلى طريقة دول الكفر، إلى الانسلاخ والانحلال من كل القيم ومن كل الأخلاق ومن كل العقائد، ونقض الفوارق بين المرأة والرجل حتى يكون المجتمع بهيميا، ويكونون كما قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنهم يعلمون هؤلاء الكفرة الفجرة أن المرأة إذا كانت في الأسرة وفي البيت فقد أحيطت بسياج منيع لا يستطيعون الوصول إليها، فيسعون لنقض ذلك الباب وتخريبه حتى تخرج إليهم هذه المرأة، ثم بعد ذلك تكون لقمة سائغة لهؤلاء الفجرة يتلاعبون بعرضها تلاعب الصبيان بكرة القدم، ثم بعد ذلك إذا قضوا وطرهم وشهوتهم تعاملوا معها كما يتعامل مع المنديل الذي تمسح به الأيدي، ثم بعد ذلك يلقون به في الزبالة والنماذج من أبناء جنسهم ومن أتباعهم الذين غرروا بهم حتى أخرجوهم من بيت العفة والطهارة إلى أوكار الفجور والدعارة كثيرة المتعددة. فلنكن معاشر الأحبة على مستوى المسؤولية في تحمل ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من رعاية البيوت والأسر ومن حفظها وصيانتها، فإن البيت هو المدرسة الأولى الذي تتخرج منه الأجيال ويتخرج منه جحافل المجاهدين في سبيل الله بحق وصدق لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، راية أهل السنة والجماعة لا راية الدواعش والقاعدة المجرمين المتطرفين. فاعرفوا ذلك معاشر الأحبة، فإن عليكم مسؤولية معاشر أهل السنة في أن تجدوا وأن تجتهدوا في حماية أسركم. وتأملوا معاشر الأحبة، نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما تخرج من بيت النبوة وتربى منذ نعومة أظفاره على التوحيد والاتباع، ماذا كان من نتاج هذه التربية بعد الابتلاء؟ أن رفع قول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هو ما تربى في تلك البيوت التي انتقل إليها، وإنما كان أثر التربية في البيت الذي تخرج منه، بل كان وهو صغير يعلم معالي التوحيد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ ولما مكن الله تبارك وتعالى له في الأرض وضع حظ نفسه تحت قدمه فلم ينتقم لها، فقال: لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هؤلاء هم الذين نحتاجهم في مجتمعنا، من يتربون على الفضيلة، على الأخلاق، على العقائد الحسنة، على الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، يخرج لنا من هذه البيوت
جيل من هذه الأجيال، جيل رباني تربى على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال قائلهم حينما ذكر الصحابة، قال هؤلاء كانت أخلاقهم أمام سيوفهم، فسادوا الدنيا شرقا وغربا وعزوا أينما ذهبوا، لأن كان مرادهم أن تكون كلمة الله هي العليا، أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فوصلت رسالتهم في سنوات معدودة إلى مشارق الأرض ومغاربها، حتى أن الشمس لا تغرب عن إمبراطورية الإسلام العظيمة، إنها بتضحية رجال. وإننا معاشر الأحبة في هذه العصور المتأخرة نغزى في عقر دارنا من أعداء الإسلام، وجندوا في ذلك الطاقات من أبناء جنسنا، ممن يتحدثون بألسنتنا ويتكلمون بكلامنا، وتربوا في جامعاتنا وتربوا في مدارسنا، فخرج علينا هذا الجيل المنحرف الذي يدعو إلى الشذوذ والإباحية وإطلاق العلاقات الرضائية الحيوانية الشهوانية، يريدونها أن تصير كالغابة، لا نظام يحكمها ولا عقل يأطرها عن الفواحش أطراء، وإنما هي إباحية ماجنة. وجاء الطابور الذي أخذ اللواء، وهو لواء خاسر وراية ستخبو وتوضع على الأرض، هي راية النسوية التي بدأت الآن تغزو البيوت، تغزو البيوت. وما الغرض من هذه الدعوة النسوية؟ إخراج ذوات الخدور والمحميات في بيوتهن، فحجاب المرأة في بيتها أولاً، وقرن في بيوتكن لإخراج هذه المرأة العفيفة الطيبة النقية، لتلحق بركاب أهل الفجور والمجون. فجاءت هذه الجمعيات النسوية، حتى بعضهن عياذاً بالله من رفع شعار القتال من أجل عالم بلا رجال، هكذا يرفعون هذا الشعار، القتال من أجل عالم بلا رجال، وصوروا للناس على أن العلاقة بين المرأة والرجل هي علاقة تصادم وحرب، من يضع الآخر تحت قدمه يسوقه حيث شاء، وهذا ليس في نظام الإسلام من شيء، فنظام الإسلام جاء بالعدل والمساواة، العدل والمساواة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فساوى بينهن من هذا الجانب، لكن ما يزا بينهن وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. هذه آية لا زالت تقرى منذ 14 قرنا قبل أن يظهر قرنكم الذي هو إلى مزبلة التاريخ، وسيبقى الإسلام عزيزا منيعا شامخا، وتتوالى هذه الدعوات لكن مآلها إلى الفشل. فالهجوم معاشر الأحبة في هذه الأزمنة على الأسرة المسلمة، والتركيز بالضبط على المرأة، حتى قالت قائلتهم قطع الله لسانها إن الأسرة مؤسسة لقهر المرأة، الأسرة عندهم مؤسسة لقهر المرأة. وقالت خبيثة أخرى الزواج السجن الأبدي للمرأة الذي يقطع أحلامها وآمالها، وقالت فاجرة من فجارهم الحمل والولادة أمور بربرية. هذا الذي يريدون أن يصلوا إليه، وهذه دعوتهم صريحة، وبعضنا ما يرفع بدعوته النقية الواضحة، قال الله قال رسول الله جاء عن سلفنا الصالح، يستحي من ذلك، وهؤلاء لا يستحيون من مخالفة الفطرة التي اتفقت جميع العقول السليمة على أن ذلك مباين للعقول والفطرة، لا يستحيون من هذا الكلام، وتستحي أنت من الجهر
بما تدين الله تبارك وتعالى به، الذي هو الحق والذي يقول فيه الله تبارك وتعالى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالله الله معاشر الأحبة، معاشر أهل السنة، في إعادة النظر في بيوتنا، وأن ننظر بنظر الشرع إلى ما أسست عليه البيوت. إن الله تبارك وتعالى يقول: فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أسسوا بيوتكم على توحيد الله، على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، على تعظيم أمر الله، على العمل بطاعة الله، على بغض المعاصي، فإنها تسلم لكم وترزقون فيها الاستقرار، ترزقون فيها السعادة، ترزقون فيها الطمأنينة، ترزقون فيها الذرية الصالحة، فإن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وأختم هذه الجلسة بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأسأله جل في علاه أن يوفق ولاة أمور المسلمين في سائر بلدان المسلمين على أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الفجرة، فإن وجود هؤلاء الفجرة مما يعطي الذريعة لمنحرفين آخرين من أصحاب الفكر المنحرف الخارجي. إذا سمعوا مثل هذا الكلام فإنهم مما يزيدهم في باطلهم ويزيدهم في ضلالهم، فكما أنهم يقيمون على هؤلاء العقوبات الزاجرة، فعلي من يأخذ على أيدي هؤلاء الذين يحاولون إفساد المجتمع بأكمله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.